صراحه الان، وهذا ابتدى يدل على ان الشعب العربي يستفتي ضد الارهاب ويستفتي المقاومه. وهذه رساله قويه وصفعه قويه الى اعداء سوريا، الى اعداء سوريا. شاهدنا انه سجلات الان انتهت سجلاتكم من شان يحطوا سجلات جديده. قديش تعداد هلا اللي توفت؟ شو تعداد اللي توفت هلا؟ بالمئات حتى بالالوف. والان وانتم تشاهدون الاقبال الجماهيري الواسع لصناديق القطاع. بهذه المناسبه اذا شكرا لك. نعم اذا الان ننتقل الى احد صناديق الاقتران، جاء صندوق اخر. نعم تمام. اذا هذا الصندوق الاخر في هذا المركز الانتخابي. يعطيك العافيه. كيف اقبال الناس يوم على المشاركه؟ والله يعني اقبال شديد وكويس الحمد لله. تفضل صباح وشاركة بانتظار جيتو المراكز تمام. شكرا كثير لك. شكرا. نعم طبعا شباب، يعني رغم تهديد المجموعات المسلحة خرجتوا لمراكز الانتخابات حتى تشاركوا. احكي لنا كيف اقبال يوم الناس، احكي لنا شو رايك؟ الحمد لله مبسوطين وجايين ننتخب باخر يوم. هاي قصة. طب نحن وين هلا موجودين؟ نحن ببلدي عم ننتخب سيادة الرئيس الدكتور بشار اسد. الله يخلينا يا رب يطولنا بعمره. كيف الانتخابات شيء؟ كويس. كيف التنظيم؟ كويس بعد اخوه. طبعا كويس. أهلا وسهلا الله يعافيك. كيف تنظم اليوم؟ كيف الأقبال الشيخ؟ والله أمور كويسة جيدة الحمد لله. متفائلين بالانتخابات؟ إن شاء الله. شو نور برسالة من إدلب؟ شو نور برسالة لكل الناس؟ نقول كل الناس مفروض على كل إنسان سوري شان كريم ينتخب سيادة الرئيس بشار أسد باللون الكويس. واجب حق وطني كل إنسان، كل مين بيحب بلده ووطنه ينتخب سيادة الرئيس اليوم. والله بحيي سيادة الرئيس بشار. ننتخب بشار الأسد، ننتخبه بالدم. شكرا. نعم اذا كما نشاهد هي الصوره اليوم من ادلب. هذا الازدحام الشديد، هذا طبعا الاقبال الشديد على مراكز الانتخابات. طبعا كنا معكم بهذا المركز الانتخابي من مجلس مدينه ادلب، سنعودكم باخبار اخرى ونشرات اخرى ورسائل اخرى ان شاء الله عبر هذا البث الحي والمباشر من ادلب. عوده لزملائي في دمشق. شكرا للزميل عبد الغني شاروخ، كان معي من احدى المراكز في ادلب. اعود مجددا الى